مساء الخير عليكم اخواتي الاعزاء وكاع المشاهدين الكرام، جيسبر كامل راكم بيان راكم ملاح. اليوم ان شاء الله يا ربي روتين شباب، ان شاء الله يا ربي يعجبكم ولو بفكره صغيره. برك ما تنساوناش باللايك، قلتوا لي فكرينا به، والله صدقوني تعب كبير والتركاب والمسؤوليه راكم عارفين. رانا خدامين على قنواتنا، ان شاء الله ربي يعطيكم الخير وربي ان شاء الله يعاوننا ويقدرنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ديروا لنا بارطاج لختكم هنايا كما تعرفوا بينكو، هذا اللي نصحتكم به اونتي اودور بزاف شباب ما استغناش عليه، والاخت اللي نعطته لي راني ندعي لها شباب بزاف يخرج القشروعه. كما راكم تشوفوا الباكي كبيره ما نقدرش نخبيها في البلاكار، دونك خممت درتها في هذوك البلارات صغار، هذوك العلب، والزوجة فرغت فيها البيكربونات. البنات البيكربونات ما تشروش بالبطاطس تقام لكم غالية شوية، شرو بالميزان. بالميزان يعطيك قوجة كمية ما شاء الله، شفتوا 10000 شحال، وراني عادة دايرة منها. دونك فرغتها في الباطة هذيك هي ولومو. كي نبغي نستيريليزي الملابس ولا الفراش تاعي ولا غير تما حدايا، هي والقرعة تاع الخل، ها راهي راكم تشوفوا فيها خل الكحول سبيسيال ماشين. المهم راني ننظف في البلاكار هذا وكاين اللي فوق منه تاني، ومن بعد تشوفوا كاع تنظيماتي للبلاكارات تاع الكوزينه باذن الله، باسكو وليدات نداو العطله بقات لي غير اشواق. شوفوا قلبت لي مخي، غير تشوفوا تبعوا راها هنا في الفيديو تحفظ في صوره الكافرون، غادي تموتوا بالضحك. عندها لا برونونساسيون شويه، مازال لسانها ثقيل وكتلتنا بالضحك، ومازال مسكينه بنتي شغل. المهم دوك نكمل معاكم بينقول لي بقى لي، درت له هذا المساك اللي راه يتباع كاع في المحلات تاع الاواني وكاع، ودرت هنايا شوفوا مداش بلاصه بزاف، دا بلاصه صغيره دابخي ما خويته وعمرت في الباطه هذيك، والاخرى فوق منها البيكربونات. المهم هذا فاني شريته عجبني، دوك نوريكم في روتيناتي، غير تبعوني كيفاش تستعملوه، ما ديروش مباشره. بقاو لي هادو قلت لكم نديهم للبلاكار تاع الحمام، بلاكاري هذاك اللي شريته جديد. دوك تشوفوا تاني تنظيماتي فيه، هنا راني نمسح في الاومو كاع الغبره اللي طاحت، وهذا المنظم استفاديت منه روعه تاع الخضار البنات، ني دايره فيه غير البطاطا والبصله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا ايها الكافرون، قل ايها الكافرون، لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، أأنتم تعبدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، تعبدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، ولكم ولي دين. قل يا أيها الكافرون، قل أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد لا تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، خرب بيتك، ولا أنا عابد ما عبدتم، أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، وأنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، والديكم والدين، والديكم والدين. المهم كما شفتوا بنتي مسكينه، على بالكم مازال عندها شغل، تقول شي بيبي راهي تقرا سنه ثانيه، بصح هي اونديري هذا وين دخلت للسنه للتحضيري، ورانا معاها غير بالعقل وربي قدرنا على وليداتنا وصاي. بصح مخاخنا قلبتهم من الناس، يرتو الحساب في الرياضيات والحفاظه، وكان تشوفوا قسم الجزء الثاني وعشر ايام وحنا معاها. الله المستعان. هي برك اللي جات في خاوتها هكا، بصح المهم عندها شغل الاستوعاب تاعها مازال ما تستوعب، راها عاده روطار شويه. بصح راني مع بنتي غير بالعقل، وراني ندير لها في الاعشاب وكاع، ان شاء الله ربي يقدرني وربي ينجح كاع وليداتنا ان شاء الله يا ربي وجميع المؤمنين. المهم درت للزوج تاعي هبلني القريوش القريوش القريوش، قرمد لي راسي كل يوم. هذا تاعنا تاع معسكر، ودرته على طريقه التلمسان غير تاعنا تاع معسكر، خاطر هما ما يديروش فيه الخل والسكر وكاع في العجينه تاعنا، ودرته على طريقه لمسان، عرضت العجينه وقطعت الشريط عريض وجاني كيما تاعهم منبل وفارغ. هذه هي. وهنا امينه ماريا بنتي راها دير في ليميني تارتوليت، تشهوهم باش ياكلوهم في السهرات. المهم شفتوا كيفاش جا،
جايدو بذوبان ما نحكيكمش البنك قلبت البلوك. شوفوا حتى البرا قال لي ديواني شميتها صدقيني قال لي عاد ما دخلتش البلوك الريحه تاع بقوا ولادي جايدو وفارغ ما شاء الله. تاعنا تاع معسكر ما يجيش فارغ يجي ملحم. اللي بغات الوصفه راهي في قناتي الثانيه كوزين تحنا للمخبوزات والحلويات. راني رايحه عند الديواني دايت له يتاثر في الصالون يتفرج راه غير يستنى مازال قريب ويلحق المغرب. راني رايحه عنده عند الديوان توج لي اصبر لحيا ريت يعطيك الصحة نور ما بالك فيك بسم الله بالله مش بسم الله تفرج الحمد لله يا ربي كي جا في قريوش هاي مقرمش بنين هاردي هش هش مقرمش تو شوف فارغ من الداخل واه هذا ولي نبغي يعني هشو هشاشه وقرمشه في زوج دقرميشه اه سمعتها كي طلبت وريهم من الداخل ها فارغ هذا مشي هذا غير الوصفة تاعنا تاع معسكر ودرتها على هيئة تاع تلمسان عرضته برك في الحلان البنات هو تاعنا تاع معسكر اللي حطيتها في قناة تاع المخبوزات برك عرضته كي بردت حليت رقيق وعرضته هذا مكان هيا بصحتك انا حنكمل ولا ياكلها راسك ولا يطبل في كل شيء كما شفتوا خواتاتي غير يعني نعطيكم هكا دي زيدي افكار تدابي انا كي يعني ديفو هكا نبغي نهضر مع الديواني ولا نروح يعني نقصر معاه وكاع غير باش رانا راكم عائلتنا الثانيه باش نضحكوا مع بعضها مع بعضانا ونتوانسوا وتاني تدوا لي زيدي كاين اللي كيما نقولوا زحفانه كاين اللي غيضانه كاين نقول لك ارمي الهمي ارمي نسي الهم ينساكم بعد مروا مع الهمسات ان شاء الله. مهم تكوني مهنيه في دويرتك مع راجلك مع الديواني تاعك ووليداتك هذه هي خوتاتي. المهم رحت نكمل لي ميني طارتوليت درتهم درت زينتهم بالتوت والكرز لي سوريز وهنا ننصحكم بهاد لا جولي فابور يتباع هكا روعه البنات بلا ما تضلي تشدي لا جولي هذيك تاع الباطا وتسخني تتباع هكا بخيباري. واللي بغات لي طارتوليت راكم على بالي كاع تعرفوا الوصفه تاع لي طارتوليت بصح المصداقيه انا هذه العجينه تذوب ذوبان والكريمه روعه. اذا بغيتو كانت بزاف التعليقات قولوا لي نحطها لكم في القناه الزوجه كوزين تحنا للمخبوزات والحلويات. ولادي ودي وين يموتوا ميم الضياف كي ندير لهم كاع يدوموندو الوصفه. المهم لا تاي كانوا كاع تاتاو مع الكريوش وكاع وخلاص في الليل كي بغينا زعما للسهره كمل راني نعاود ندير في لاتاي. واليوم الشاف عبدو وليدي عبد الرحمن رايح يعطيكم وصفه المقارون يا البنات بنينه بنينه بزاف جربوها ودعوا له. تشدي وعاء ديري فيه شويه ما يغلي كي يغلي الماء ديري فيه ملعقه كبيره زيت غير يغلي ديري فيه ملعقه كبيره زيت وحطي المقارون تاعك النوع اللي راكي باغياته. حنا درنا هذا الصغيره نبغوا هذا الصغيره في هذه الوصفه. المهم عبد الرحمن راكم تشوفوا فيه دار مقلاه دير فيها نص ملعقه كبيره مارغارين وملعقه كبيره زيت لا اكثر ملعقه كبيره زيت مع نصف ملعقه كبيره مارغارين. قال لكم اللي ما بغاتش دير الزيت ما ديش تخلي تكتفي بالمارغارين. ديري فيها نصف حبه بصل قطعها عبد الرحمن كما راكم تشوفوا قطع صغيره. قلت لها نقول لولدي شاف عبدو قال لي لا انا ماني شاف ماما قال لي انا ندير هاد الوصفات اللي نبغيهم خاطر يتريني على جال كي يتريني لازم ياكل البروتين وكاع راكم تعرفوا ووصفات تكون مغذيه. البصله كي تذبال قال لكم هو دائما نشوفوا كي نبغوا هذه الوصفه خاطر تعجبنا بنينه بزاف ندوموندي هو يطيبها لنا مالغري وراها لي وكاع بصح نبغي هو يديرها. ربي يحفظ لي وليدي ويحفظ كاع وليداتكم ان شاء الله وينجحهم ويحفظهم يا ربي ويبعد عليهم كل سوء. كي تذبال البصله تاعكم ماشي تحمر غير تذبال يدخلها طياب ضيفوا لها علبتين قال لكم زوج علب تاع الطونه تاع الزيت ماشي طوماط تاع الزيت ديروهم بهم بالزيت تاعهم. انا هو راه يقول لي قلحت الهضره المهم انني حافظتها غير هو بغيتها يطبقها لكم باسكو هو اللي علمها لي.
طياب فن وافكار يا البنات. المهم غير دخلوا طونه في ديك البصله، غير دخلتوا تخليطه ولا زوج، فرغوا عليها علبه تاع لا كريم فريش. حنا نبغوا هذه الكبيره صومام، زادت في البري بصح بنينه. كي ديروا لا كريم فريش نقصوا لنا. تشوفوا لا كريم فريش بدات تغلي باش ديروا المقار. حافظ كيما مشي سمعوا فيك. حتى تشوفوا لا كريم فريش بدات تغلي باش ديروا المقار. صبري ما نقولش فيهش فيها فيها. ليكيب ما تزيديش بزاف الملح خاطر درناها في المقار. درس لي المقلة وليكيب ليكيب درس لي المقلة ليكيب. كي تطيب المقار بتاعكم قارديو نص كاس ماء باش كي تغلي لاكارام فريش تزيدو فيها، تخلطو ما تزيدو المقار. اي قارديو نص كاس تاع ماء من المقارون كي طيب. كي طيب المقارون يخليو نص كاس تاع ماء ومن بعد وين يديروه؟ كي تغلي لاكريم فريش كيما هكا يزيدوه نص كاس، يزيدوه هنا النص تاع الكاس اللي بقى من المقارون يخلطوه باش يديروا المقارون. خلاص هيا دير هيا ها كملها كمل لي زيطاب. واش دير دوكا كي تحصلوا على هذا القوام؟ صايي غير تغلي يا اخي من هكا كمل. خلطوا غير بلاغ تيجي لي كيما شو خسرت الكاف ما فيش صور ما حبتهاش. يا صح عليكي جيب لي بروجيكتور جيب حتى خير خلطوا برك. ايوه ايوه احضر معاهم سلاح شنو تهضر معاهم كلهم شارك الدين نطيب في المغرب تعليتي من الحديد. كي تحطوا المقارون وتخلطوا ضيفوا نص مغرف مطعم كيضيفوا المقارون كيضيفوا الخردل فوق المقارون وتخلطوا دي مينيت وخلاص حبسوا طف وطلعوا فيه ما ديروا الجام وطلعوا فيه ما يقرب المليون صاي هاي وجد ديروا الجام باش نديروا لكم حفله تاع مليون جامي صرات. ربي يحفظ لي وليدي ان شاء الله يا ربي. ادعوا له البنات او يقرا سنه اولى ثانوي باصل سنه ثانيه. اش نقول لكم والله قد ما نشكرها لكم يا خواتاتي مانيش نبالغ الحقيقه. بنينه 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 هو دائما يطيبها لنا. هذه لاباغ تاعه وهذاك الفخيت قال لي خبزه تاع بطاطا بالبيض فخيت اومليت قال لي ندي غير مورسو هو يبغي هذه بزاف ومرات يدير معاها مخصوط تاع سكالوب ولا ستيك ولا كوت. وكاين وصفات تاني راه يديرهم ومشروبات دي جو عصائر تاني تاع ليترينو دوك يحطهم لكم هو ان شاء الله في روتيناتنا. مهم والله شفني غاضني ولدي مسكين بكاني من قال لكم ديروا جام الماما راه غريت الحق المليون شغل راه مساندني. ربي يفرحها ان شاء الله وربي يفرح كاع وليداتكم. نموت عليكم. مع السلامه في امان الله. سلام.